للناس اللي قاعدين ليل نهار على النت بيقعدوا يشتموا في المشاهير صناع المحتوى او الممثلين او اي حد. عايزين نعمم حاجة كده يا جماعة ونخليها طبيعية، اللي هو لما نلاقي حد بيشتم هنقوله انت فاشل او انت معقد او انت غير سوي او انت عندك مشاكل ما، ودي قناعتي الشخصية. هو اكيد عنده مشاكل عشان كده قاعد ماشي بيشتم. انا بدخل على الريلز بتاعة الفيسبوك بشوف صناع المحتوى العاديين اللي عارفينهم، ببص على الكومنتس بيبقى عندي فضول اشوف بيتكتب ايه. مفيش واحد صانع محتوى واحد ما بيتشتمش، كمية شتايم غريبة وكتيرة كتيرة قوي. هحكي لكم حاجة هتعرفوا بيها انه فعلا اللي بيشتم ده شخص غير سوي. واحدة صاحبتي كانت ليل نهار تقعد تشتم في المشاهير زي صحابنا دول، فبتفضل ليل نهار تشتم 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 بسبب وبدون سبب. ليه بقى هي بتعمل كده؟ لانها نفسها تعمل زيهم بس مش عارفة، نفسها تنجح في حياتها ومش عارفة، نفسها يبقى لها كارير تتميز بيه ومش عارفة. بدل ما تصلح حياتها وتشوف مشاكلها ايه تعالجها، اسهل عندها انها تشتم اللي قدامها، فده بيريحها نفسيا جدا. فتخيلوا 5 6 اجتمعوا مع بعض عندهم نفس المشاكل، فبيشجعوا بعض، ده يشتم وده يشتم وده يشتم وده يشتم. فاللي عايزه اقوله انه اي حد بيشتم هو اللي عنده مشكله مش انت خالص، وهو بالتاكيد شخص فاشل، لانه الشخص الناجح عمره ما بيهتم بغيره وعمره ما بينتقد غيره. كمان حاجه، صاحبتي دي بقى لما بدات تعمل كارير لنفسها وبدات تشتغل وتشوف الحياه احلى، بدات تحب الناس وتحب الحياه وتشجع الناس، وبقت تزعل على اي حد بيتشتم قدامها. دايما الناجحين بيشوفوا اللي حواليهم كلهم ناجحين، بيشوفوا الدنيا كلها حلوه، بيبقوا عايزين يحضنوا الناس كلها من كتر ما هم مبسوطين في حياتهم. فتاكد انه الشخص اللي بيشتم هو غير سوي نفسيا. الشخص الناجح عمره ما بيشتم ابدا.